اتفق وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف وأمريكا جون كيري على مواصلة المباحثات تحضيرا لجنيف 2 خلال لقائهما المقبل في باريس. في غضون ذلك أدى انفجار سيارة مفخخة لمقتل 18 شخصا في حما، بينما تمكن مقاتلو المعارضة من طرد تنظيم داعش من حلب بعد مواجهات عنيفة في الشمال السوري. قتل 18 شخصا بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في بلدة الكافات التي تسيطر عليها القوات السورية الواقعة في ريف حماه وسط سوريا وفي ريف دمشق. ذكر المرصد السوري المعارض أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش ومسلحي المعارضة على أطراف مدينة دارية وفي حلب، وبعد 6 أيام من اندلاع المعارك بين المسلحين وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، تخلى التنظيم عن مقره في حلب من دون أن يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر تكتيكا يعتمده للتركيز على معركته في الرقة أم أنه ينفذ تهديده السابق بالانسحاب من خطوط المواجهات المتعددة ضد الجيش السوري في حلب. وبذلك أصبحت مدينة حلب شبه خالية من عناصر تنظيم داعش، ويأتي ذلك بعد سيطرة مسلحي الجبهة الإسلامية ومجموعات أخرى على المقر الرئيسي لداعش وهو مستشفى الأطفال في حي قاضي عسكر، وعثر على عشرات الجثث لأشخاص ومقاتلين تم إعدامهم. وأوضحت المعارضة المسلحة أن اشتباكات عنيفة دارت مع مسلحي داعش في الريف الشرقي والشمالي لمدينة حلب لا سيما في مدينة الباب. يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المعارضة السورية المسلحة من الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة والجيش الحر ملاحقة مقاتلي تنظيم داعش على أكثر من جبهة، وتحاصر معقل التنظيم الرئيس في بلدة الدانة بريف إدلب في ظل تمدد الاشتباكات ضد داعش إلى ريف حمص الشمالي. وفي الوقت ذاته اتسعت الاشتباكات بين داعش وتنظيمات أخرى شرق سوريا مع استمرارها في ريف إدلب، وفرضت المواجهات في الرقة شرقا حظر التجول على الأهالي. في الأثناء أعلن تنظيم داعش حربا مفتوحة على مقاتلي المعارضة السورية التي تخوض معه معارك عنيفة، وتوعد الناطق الرسمي باسمه أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي بسحق مقاتلي المعارضة، معتبرا أن أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض باتوا هدفا مشروعا له. وتعليقا على المعارك الدائرة، أوضح مصدر أمني سوري أن ما يجري مؤشر على فشل هذه الجماعات الإرهابية ومن يدعمها وعدم قدرتها على إحراز أي نجاحات، معتبرا أن هذا التقاتل يعتبر أحد أوجه الصراع بين القوى التي تحرك هذه المجموعات. في غضون ذلك كشفت مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية 11 دولة من مجموعة أصدقاء سوريا تعتزم عقد اجتماع الأحد المقبل مع رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة تحضيرا لعقد مؤتمر جنيف 2. إلى ذلك يجتمع 150 معارضا في مدينة قرطبة الإسبانية لاتخاذ موقف موحد تجاه المؤتمر، ويهدف الاجتماع إلى تجاوز الانقسامات التي تشق المعارضة، وسيحضره ممثلون عن مجموعات لا تعترف بالائتلاف ممثلا لها.